ناشط سياسي ياباني أخفى وجهه خلف نظارات شمسية وقناع طبي ليجعل من نفسه شخصا غير مرئي مثل التلوث الإشعاعي الذي يسعى إلى مكافحته، ومع ذلك أصبحت ملصقاته حول كارثة فوكوشيما النووية واحدة من العلامات المرئية في اليابان. الناشط يعرف فقط باسم 281 أنتينيوك، وهو النظير الياباني للناشط السياسي البريطاني وفنان الجرافيتي بانكسي. الناشط المجهول قام بتغطية شوارع العاصمة طوكيو بتصميماته التي شبه فيها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بمصاص الدماء، وصور فيها أطفالا يحتمون من الأمطار المشعة في محاولة لتذكير المجتمع بعواقب كارثة فوكوشيما. أريد أن يكون فني معلما، لذلك يمكن للشخص أن ينظر إليه ليأخذ حذره أو ليعرف ماذا يحدث. إذا نظر شخص ما إلى ما أقوم به وفكر لمدة 10 ثوان أو حتى ثانية واحدة فهذا يجعلني سعيدا. ويقول الفنان المجهول إن الكارثة النووية أعطت لفنه معنى وكانت البداية بالنسبة له، مضيفا أنه من خلالها أصبح قادرا على رؤية بلاده بشكل أوضح. ومع انتشار أعماله قرر 281 التطرق إلى قضايا أخرى مثل الزيادة القادمة لضريبة الاستهلاك أو استضافة اليابان لأولمبياد 2020، حيث صور رئيس الوزراء شينزو آبي برياضي يمسك هراوة ينبعث منها ذرات. لكن ملصقاته السياسية تواجه مشكلة، وهي أنها لا تدوم طويلا، حيث أنه يتم تمزيقها بعد لصقها في الشوارع خلال نحو 3 أيام. رحاب علاء، رويترز.